الأموي في دمشق يدعو إلى التمسك بفضائل القرآن الكريم ورفع الدعاء إلى الله في ليلة القدر أن ينصر الجيش العربي السوري. دعا الشيخ مأمون رحمة إمام وخطيب الجامع الأموي بدمشق إلى التمسك بفضائل القرآن الكريم والعمل بأحكامه ونشر الخير والتواد والتراحم. وفي خطبة الجمعة الثالثة من شهر رمضان تحدث الشيخ رحمة عن بركة ليلة القدر، مشددا على التكاتف ووحدة الكلمة بين أبناء الأمة. ندعي بأننا مسلمون، وقد دعانا الله عز وجل إلى الوحدة والتكاتف ووحدة الكلمة والصف، حيث قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تجد الأمة العربية والإسلامية اليوم أصبحت عبارة عن قبائل متفرقة كأيام الجاهلية الأولى وأسوأ. تجد الله يقول في القرآن الكريم: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إمام الجامع الأموي أكد أن الإسلام بريء من دعاة الإرهاب والقتل، لأنه دين السماحة والرحمة والموعظة الحسنة. بعد كل ذلك تجد هذا يقرأ القرآن ويقول الله أكبر، وتجد ذاك يقتل ويقرأ القرآن ويسرق وينغب ويعربد ويقول الله أكبر. أهذا هو إسلامكم يا مسلمون؟ أهذا هو قرآنكم؟ رحم الله إمام الدعاة الشيخ متولي الشعراوي عندما قال: نحن لا نخشى على الإسلام من أعدائه، وإنما نخشى على الإسلام من أهله. وصول قوات الجيش العربي السوري إلى الحدود العراقية السورية هي قطع الأوصال الإرهابيين من اتجاه العراق والبادية السورية. فالدور الثاني هو اللي تقوم فيه هو العشائر السورية في المنطقة الشرقية. فدور العشائر أنه تقوم وتوقف وتساند الجيش العربي السوري لكي نطهر جميع الأراضي السورية من رجس الإرهابيين والإرهابيين. وهذا شهر رمضان، رمضان شهر الانتصارات، فهذا الشهر بإذن الله سيكون الانتصار على طرد آخر إرهابي من الأراضي السورية، ونعيد بإذن الله عيدين. السوريون يرفعون الدعاء في العشر الأخير من شهر رمضان المبارك أن تتجلى عليهم ليلة القدر بالنصر معقودا على راية الجيش العربي السوري.